محصول النخيل. احنا الحمد لله في ديسمبر 2023 التعداد بتاعنا وصل ل 4 مليون و50 الف نخله. طبعا وده زاد بعد مبادره فخامه السيد رئيس الجمهوريه في 12/1/2019 لما وجه بزياده اعداد النخيل الى 2.5 مليون نخله، وكان عندنا التعداد بتاعنا حوالي 2.3 مليون نخله، ليصبح ان شاء الله بنهايه بمنتصف 2025 هنوصل الى 5 مليون نخله، بينتجوا حوالي السنه دي العام الماضي 175 الف طن من التمور. الصنف الصعيدي او السيوي اللي بتشتهر بيه محافظه وادي الجديد لوحده بس 125 الف طن. نيجي بعد كده المحصول الاهم وهو محصول القمح، زرعنا السنه دي 328 الف فدان بزياده 8000 فدان عن العام الماضي. عايز اقول لحضرتك ان احنا هننتج السنه دي ان شاء الله ما بين هنقول ما يعني في الورق من 850 الى 900 الف، هو ما يقرب طبعا عندنا الانتاجيه عاليه السنه دي، ممكن نوصل نقرب من المليون طن السنه دي كإنتاج. عظيم جدا. إنتاج. يعني عندنا البطاطس احنا زرعنا حوالي 90 الف فدان في الشتاء، عندنا الذره الشامي زرعنا حوالي 75 الف فدان في الصيف اللي فات، وان شاء الله هنزرع، بس احنا بنزرع متاخر شويه عشان ظروف الحر، فبنزرعها في العروه النيلي اعتبارا من 1/7 من 1 يوليو. يعني الفول السوداني حوالي 50 60 الف فدان. لا عندنا مساحات نبات طبيعي عطريه مش كمون بس، احنا زارعين السنه دي 12 الف فدان نبات طبيعي عطريه، منهم الكمون اربعه، منهم البربقوش 1000 البابونج شيء البابونج حوالي 1100 فدان. عندنا الجرجير طبعا بنزرعه كنبات طبي بناخد منه زيوت حوالي 2000 فدان، النعناع 1000 فدان، ما شاء الله، البقدونس، الريحان 1000 فدان، البردقوش 500 فدان، الحلبه 500 فدان. لا يعني بقول لحضرتك ودي زراعات ما كناش بنزرعها من 3 4 سنوات. ما هو ده اللي احنا بنتكلم عنه، المحاصيل الغير تقليديه. يعني ما شاء الله محافظة الوادي الجديد متفوقة في هذه المحاصيل، وكمان بعض المحاصيل اللي احنا اكيد بنحتاجها واستراتيجية.